بسم الله والصلاة والسلام على سيدنا محمد، معكم الباحث خالد من السويد الحليبي. إن شاء الله اليوم راح نتكلم عن درس بسيط جدا وصغير عن البروتينات. البروتينات، البروتين عبارة عن جسم صغير ثقيل الوزن موجود في وسط الذرة، موقعه في النواة، ويحمل شحنة كهربائية موجبة. وصفات العنصر الكيميائية يحددها عدد البروتونات الموجودة في نواة الذرة. طبعا تحتوي نواة الذرة الهيدروجين على بروتين واحد، ونواة ذرة الهيليوم على بروتونين، وطبعا ونواة ذرة الكربون على 6 بروتونات. وبالتالي فعدد البروتونات في نواة الذرة يختلف باختلاف العناصر. راح نصيغها بصياغة بسيطة جدا. في الدرس السابق تكلمنا عن الذرة وكيف هي شكلها وكيف يعني حجمها وإيش موجود داخلها بالضبط. طبعا الذرة تتكون من مدارات إلكترونية تحتوي على إلكترونات، وعبارة عن جسيميات أجسام ذات شحنة سالبة. وأيضا الذرة تتكون من نواة تحتوي على شحنات كهربائية، وأيضا تحتوي على عديمة الشحنات الكهربائية. جسيميات البروتينية لها شحنات موجبة، وفي أشياء يعني داخل الذرة عديمة الشحنة الكهربائية. أتمنى أنكم فهمتوا البروتينات هذه اللي موجودة داخل الذرة. وأي سؤال وأي شيء تقدرون تكتبونه في التعليقات، راح أرد عليكم إن شاء الله. كان معكم الباحث خالد من السعودي الحليبي.